اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ستايل بلس. في حلقه اليوم ونزغدان نوتر كونسيير اون ايماج باش تهتم دو كانديدات جدد بوغ ان نوفو ديفي. مريم 28 سنه واللي عندها مشاكل في سنها وتخاف من الدونتيست، اخيرا تشجعت وشاركت معنا باش تفرح امها اون غوتروفون ان جولي سوغير. ويام 23 سنه طالبه هندسه بالمنستير اللي عندها مشكله في التنسيق بين حوايجها والميزون بوتي نتاعها، عملت ابل مونا باش تعاونها. كمل فريق البرنامج باستعانه بنو بارتنير فون تو فير سيت سيمين باش مريم ويام غوتروف لو سوغير. ومونا باش تستغل الفرصه باش تقدم لكم اعزائي المشاهدين بوكو داستيوس في اللبسه واللوك والشعر والمكياج باش تكونوا ديما على باج. باش نعرفوك توا على مريم 28 سنه من مرسى، كونتابل اما تخدم وقتين في سونتر دابيل. مريم طفله اكتيف وسبورتيف. نعدي نهاري كليك يا في خدمه يا مع صاحبتي نعنوعة، هذي يعني اكثر من اختي، هي اختي يعني كيف كيف. نهار كامل مع بعضنا في دارنا، نعمل سبور، نمشي نستاد. مريم زادة متعلقة ياسر بمها والغلاسيون بتاعهم فيزيونال. بمها هذيك دنيتي يعني، ما ربي فضلها، هي مريضة إن شاء الله ربي يشفيها. ربي يشفيها مريم وفضلها لك. وحس ما فهمنا الوالدة أن ديريكتومون هي سبب في مشاركتك في ستايل بلوس. مما ملي أنا صغيرة حسيتو مشيت عندي مشكل في فمي، نمشي تهزني الأعز دونتيست، نمشي الريقل ونعمل الكوشن، بعد كان نفسع نخاف للي مرع ما تباري حاسيلو كل شيء. وبعد كيف كيف ما نجمتيش، قعدت بها شهرين ولا ثلاثة شهور، ومن بعد يعني نحيتها. ديما نقولها لي أنا نحب هكا، أنا نحب هكا، ديما تقولي لي أنا نحبك تضحك، يعني كل بنات الكل يعني نحبك تضحك، عرفت يظهر سنيك وكل شيء. وين شاركت في البرنامج هذا على خاطر ماما، على خاطر الكلمة هذه. حكاية السنين يظهر لي هي السبب الرئيسي لمشاركتك معنا. كيف تحكينا على بقية اللوك، شنو اللي مقلقك؟ هما الحقيقة يعني أنا ما نقعدش بلوك واحد، يعني كل شهر تلقاني بلوك نتبدل، أما أنا نحس روحي مانيش متبدلة. ريت مثلا كي نخرج أنا بلوك آخر يقولوا لي العباد، يعني لحظوها العباد يقولوا لي يا مريم تبدلت وما نعرفشني، أما أنا نحس روحي مانيش متبدلة جملة. نحب نبدل شعري خاطر فيه قداش من لون توا دخل بعضه على الآخر، لأن ما نحي ونسبغ. الإكستنسيون مغرومة ياسر بيه، تلمو استنست بيه، عرفت كي نحين نحس روحي ما عنديش شعر جملة. حواجبي خفيف على الاخر. واضح مريم تو الوالدة زعما شنو رايها في هذا الكل. شعرها يحتمل مرتين في الشهر تبدل الصبيغة، وكل كم بتعجبنيش تمشي حتى في نهارين تبدل الصبيغة، كي ما تعجبنيش ديما تبدل شعرها، حتى من شعرها تكسرت وشاحت شعرتها تلك شعرها. انا ماذا بيا راها في لوك اخر حلو هكا، لوك فينو حاجه مثال شعرها ما يعجبنيش، فما دي كولور ما يمشيوش معاها، فهمتني؟ وكل نتمنى هكا، ما نعرفش انا حسب رايي، فهمتني؟ هكا تعمل غلوكينغ خفيف في الوجه، اكستنسيون حلو هكا ناتوريل، عرفتك اللي تبدل اللوك او ميم طون تقعد فينو، فهمتني؟ عملت لها باري وهي صغيره، نحيتها ما خلتهاش، ما بقتش تخاف من الدونتيست. مريم تخاف توجعها زرستها الدواء كهو باش تمشي الدونتيست ما تمشيش. نحب تضحك كيما البنات، نحب ضحكتها مزيانه، خاطر ديما الفم هو الاساس للمراه المضحك. تانا مدام ان شاء الله مريم تخرج عروسه واخيرا نشوف الضحكه نتاعها، اما خايف من يتابع دونتيست لمريم تهرب لنا. بغيف مريم مورينا الكارد روب نتاعك، خلي مونا تشوف شنو قاعده تلبس ووجه لها بار لا ميم اوكازيون الميساج نتاعك. open the morning and out to school.
The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pay. هذا الجاردروب متاعي. ستيل لبستي ديما مبدل، ما نقعدش فرد ستيل جملة، يعني حتى في النهار مبدل بوزي سبار كل مرة كيفاش. بون كي نبدأ نخدم نلبس يعني شوية بوزي مش برشا، سينو ديما سبار. عسليمة موني، أنا مريم من المرسى، بيانتو جاية بحذيك، نحب نبدل اللوك متاعي، شعري، نحب نبدل حاجات في وجهي، حواجبي، نحب نبدل اللوك متاعي، ذي كلك على خطر مما نحب نفرحها، إن شاء الله بيانتو نبدأ بحذيك، ميرسي. منى سمعت الميساج متاعك مريم مستدعاتك بحذاها باش تفسر لك شو باش تعملوا وكور دو لاسمان. حبيت نفرحها خاطر ديما تقولي نحب فمك تريق ويجي على قد قد نحب كي يضحك يعني فمك يظهر كثير. تقول نجي نشارك يعني بحكيك انت تفرجت على الميسيون؟ ديما نتفرج في الميسيون قعدت نتابع وبالك بعثت لك. بعد البريز دو كونتاكت منى باش توري توا مريم راي الناس في الشارع في لوك هالحالي. مليلا مرحبا بي. عايشك مرحبا. بي أصف شنا عمرها داول باش نخدم رأي باش نشوف رأي العبيد. أوكي. داكار. وبعد نجوم. اللوك نتاعها تحسه قديم شوية. قديمة شوية. متناسق. والله اللوك نتاعها كي تغزر هكية كل قطعة لبستها مزينة بالقدي. أما جوست ماهيش ماهمش متناسقين بالقدي. فيزيكمون سافا. جوست معناها لبستها قديمة شوية. شعرها هو توا أصفر وفي شوية لكحل. لازم كولر يونيك كامل. سينو معناها يطلع عليها البوزي خير. حاجة غوج هكايا يمكن من فوق وصبات عالي شوية هكايا. هي سمرة دونك لازم نعطيها الكولور أفتح شوية باش تعطي الفالور نتاع الفو نتاعها ونتاع وجهها باش تجي حاجة باهية خاطر الغامق ما يتهزم. شعرها دو بريفيرونس تحلو نشوف. ماهوش مجبول بالباهي. شكون أنت توا شقاولك؟ مريم كانت موافقة على سمعته ومتهيئة تتبع منى في البروغرام اللي حضرته لها تلت الأسبوع. Mariam, c'est une jeune femme de 28 ans. Elle m'a beaucoup touchée, Mariam, parce que si elle est là aujourd'hui, c'est grâce à sa maman. Sa maman qui est malade, d'ailleurs, on peut le rabbi, je fais ça. On m'a habdi, ma tchouf, Mariam, tathak. Mariam, anta mosh, la mliyazri, la fête d'anticien, pleha. Du coup, si elle est là aujourd'hui, bich nlqaw la hal, ou inchallah nlqaw la hal. Finti dhar rendez-vous l'oul, ma Mariam, ba'da yamet, nimshi utaw le candidat thania, WM. ويام 23 سنة طالبة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير وأصيلة الكاف. ويام كما تقريبا كل الطلبة اللي في عمرها تعدي وقتها في القراءة والمراجعة والخروج مع أصحابها باش يبدلوا الجو. ويام تو انتي اتيديونت وصغيرة في العمر، شنو اللي مقلقك وخليك تتصل بفريق ستايل بلوس؟ ان تانك اون اتيديونت دونك ياسر نلبس سبور. ماذا بيا حاجة نلبسها تك تك معناها متاخوش برشا وقت سورتو معناها وقتي شارجي على الاخر برشا قراية وسورتو معناها سنة ترمينال وباش نتعدى هكا معناها دون في ديتيديون دون في بروفيسيونيل دونك حبيت نبدا نبدل في روحي ستيل متاع لبستي هكا شوي. يظل لي صحابك والانتوراج متاعك زاد يحبوك تبدل شوية من ستيلك ولبستك.
ولا هكا فما صحابي اللي راوني معناها في ستيل سبور دونك يعجبهم وفما شكون كي يعطيني هكا راي شوي دو بريفيرونس بدل شوي بيان سور انا شجعتها خاطر نعرف عندي 6 سنين كما قلت لكم 6 سنين الا الميم يعني ما تبدلت جمله سورتو شعرها ياسر ساكري عندها من بعد قصو من بعد بدل لونه هذاك علي حبيت اشارك باش نشوف عبد الجديد بيسكا قادم على حياته جديده وكذا فهمني وامني الباساج ان شاء الله من الحياه الجامعيه للموندو ترافاي هو اللي خليك تتصل بينا باش تبدل شويه من لوك سبور نتاعك بوغ ان لوك ان بلو كلاس تراه كان تورينا الكاردروب نتاعك وتوجه ميساجك لمنى Morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard, hoping to pass. Alors. هذا الدريسينغ تاعي كما تراو ديجا جينيت لي بول دي شوميز كالعاده نلبس تك تك اي حاجه تلبس تك تك ودو طون زون طون معناها نلبس تالون ولا حاجه بوزي عسلامه موني انا وي ام جي 23 زون جو سوي تيديون تاع ليكول ناسيونال دانجينيور في مستير جو سوي لو جونغ اللي يلبس ياسر سبور دونك قلقت من ستيل هكا حبيت نبدل شويه من روحي نحب هكا نلبس شويه سبور شيك حاجات هكا تبين الفيمينيزم تاعي نبدل شوي من كولور شعري افيك ان دوغري دو سامبليسيتي هيك علاش خممت باش نجي كاتري بيانتو دونك ماذا بيا هكا جي كون جي سورتو جي كونفيونس ان فو دونك ماذا بيا شنجيك تبدل فيا اتري بيانتو ميرسي منى قبلت باش تاخذك اون شارج وي ام وطلبت تقابلك وتبداو مع بعضكم لافونتور Alors oui, Em, comment tu vas? Ça va tranquille. Ça va tranquille. Mais, Koli, comment t'as eu l'idée? Je te dis comment on a fait le barnum style plus. Bah, tu parles juste pas mal de fois fait l'émission. Hmm. On a fait quelque chose. J'ai fait quelques changements. Surtout, bah, je suis en tant qu'une étudiante. Je parlais comme le cycle d'ingénieur. Donc, je vais passer. La vie professionnelle, donc D'accord, bientôt tu vas devenir une femme active. Oui, voilà. Puis, tu vas chercher un mari, tu vas trouver un travail. On me débique un style et un look qui te met chama. En tant qu'une jeune. Une jeune femme comme oui, ça. Exactement. D'accord. بعد الكونتاكت لول منى كي العاده باش توري ضيفتها راي شيره في لوكها اكتويل وتشوف الرياكسيون نتاعها. باهي افون تو سا باش نسمعوا راي الناس. D'accord. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ça veut pas dire راهي قاعده ou ils ont raison. Mais quand même, on va écouter leur avis et puis après, D'accord. on parle. لهم موديرن لهم كلاسيك بين البنين بصراحة لهم موديرن لهم كلاسيك حسوا قديم شوية والله الحق حسيتها كلاسيك شوية لوك عادي جدا يعني مش متناسق سرويل ما جوش جملة مع الفانس وما جوش مع البو تي شيرت محليه المريول متاعها معناها والبازا من فوق مزيانة على الاخر مي جين وثبات نون تحب تولي موديرن اما ماهوش مع تمريك الفيل لازم شوية تعديلات عجبتني فازة الجيليك حاطتها الفوق مي ابار سا لوك عادي ما هو الشاق اللي يجذب العين انا نحس توتيها اكثر لي روب خاطر هي ستيلها تبارك الله محليه من فوق ثبت سبور من لوتا خاطر بصراحه تحسها لبستها من فوق سبور من لوتا سامبل نتصور هكا امتي تغاب مع باسكيت من لوتا فاسون تاع روب ولا جوبيت صار شويه دريسز حكيت كيما كي شعرها يبدا ان بو هكا بوكلي شويه كيرلي هير Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Bah, c'était un peu bizarre, les points de vue des autres. Ah oui, qui fait bizarre, Koli? Parce que, par exemple, je ne suis pas d'accord à propos Charlie Hakaïb de boucler. C'est le type de Charlie. Ça m'a rouge le genre, elle est où le. Oui, j'ai déjà mis là Charlie, déjà, qui est un Charlie bouclé. Ou à propos de la simplicité, bah, je préfère dis-moi un simple. Bien sûr, c'est ta personnalité. Ouais. Ou d'ailleurs, c'est pour cela, tu as fait appel à Monet, tu as besoin d'un changement, mais un changement, il y répond à ta personnalité. Bien sûr, on a on accepte. Mais bon, ce n'est pas des professionnels, c'est des gens, madame et monsieur tout le monde. Qui donnent leur avis. C'est pourquoi déjà, on est agité avec un petit Voilà.
وإم كان عنده تحفظات على سمعته وعطات اكزاكتومون فاش تستنى من منى. alors oui on parle que très bientôt. d'accord. كان هكا partir demain on commence la première étape. d'accord. tu es prête ou pas? oui oui. oui. ok allez-y. WM aujourd'hui elle est venue me voir خاطر عندها مشكله زيد كيف كيف تلبس برشا سبور. elle est, c'est une jeune étudiante قاعده تقرا en même temps bientôt elle va travailler. elle veut avoir un style casual et chic à la fois. inchallah je vais réussir à lui donner ce style là et à l'apprendre comment s'habiller et se mettre en valeur. Mouna عطات WM rendez-vous redoit pour l'essayage لكن هذا الكل بعد الفاصل اقعدوا معنا.